runway, style, fame. She likes fashion. مرحلة جديدة يعيشها المشاركات في ميس تونيزي وهي مشروع المدارس. اليوم ملك جمال جابس نور بن جيزة باش تاخونا في جولة في ولايتها وباش تعرفنا على مشروعها. شمس العشية في عجابة والسوق في عجابة والسوق تكشف مفاتن سحر فوقش بينك يا جابس خاطري في سحرك وحد بانت لي تغاز البحر شال خاطري في سحرك وحد بانت لي تغاز البحر فحضن صحرا شاهد على ظهرك فحضن صحرا شاهد على ظهرك وجبال معروفة خداتي مينك يا جابس. من أبرز الأماكن السياحية في ولاية جيوس العزيزة واحد شنمي وهي كلمة من أصل أنازيري وتعني عيون الماء. مدخل عزيز وغالي نحل بشمة بدت في العالي بدت في العالي مدخل عزيز من أكلاتنا الجبسية المعروفة والبينة عنا البركوكش كما ترى والكيرو الجديد والكفتة والحم والعظم والفول والحمص تاكلوا بالشفاء. مية شنمي سارحة طوالي لحلح عرايس عطيتهم زينك يا في جيبس. أنا توا موجودة في مدرسة محمد علي اللي موجودة تحديدا في جيبس المدينة باش نقوم بتحسين المدرسة باش نقدر لهم المكتبة باش نقدر لهم الملعب باش نعمل لهم دي فيستير نحسن لهم لي فيستير وباش نقدر لهم دي جو ايدوكتيف وباش نعمل مسرح. فرجيني سيد مدير مدرسة محمد علي شنو انتظاراتكم مني؟ مرحبا بك. أولاً الانتظارات الواقع ما تنجمش تكون كثيرة لكن في حدود المشروع إن شاء الله في تبنيك للمدرسة ربما مساعدة المؤسسة على إنجاز المكتبة خاصة الأطفال وأن وصلوا أدوار متقدمة جدا في تحدي القراءة العربي الملعب الرياضي أيضا نظرا وأن الأطفال للواقع عملوا مباريات وكانوا دائما يترشحوا الأدوار النهائية في كرة القدم. هذا الواقع نقول جزء والجزء هذا نعرف لكونك أنك باش تحقه نظرا وأنك الانتماك للمؤسسة هذه. وزارة التربية أيضا قائمة الواقع بدورها وجهدها والدليل ربما وجهك مبروك علينا هو الوزارة السنة الماضية قامت ببناء قاعة وحضورك أيضا السنة أيضا الوزارة انطلقت بناء قاعة جديدة. نتمنى منك الكثير أنا نقول دائما أنك إن شاء الله أنك تقوم بالخطوة الأولى على خاطر الخطوة اللي باش تقوم بها أنت هذه ربما اللي باش تشجع أبناء الحي والتلاميذ والإطار التربوي للمساعدة وكذا وإن شاء الله ربي يوفقك في كل ما تنتظريه أنت من انتظارات إن شاء الله نكون في حسن ظنكم.
معايا مجموعة من الصغيرات، حبيت نسألهم شنو نجم نحسن ونقد في المدرسة. جبت أنا جديد. حب المدرسة إزاي؟ حب أقسام. حب مكتبة في المدرسة. حب متحف في المدرسة. حب ألعاب ثقافية. حب الأقسام إزاي؟ حبوا جنينة في المدرسة. حبوا نحن صغير زي. حبوا ورد في المدرسة. حبوا الراحة زي. نجمش تجي الكيبس ما ديش المطماطة. كما تشوف اليوم أنا في دار من ديار الحفر في المطماطة، دار عمرها 93 سنة، وأنا فرحانة برشا اللي لبسة لبسة الكيبسية. مرحبا بكم. You wanna fly.
عسليمة. أنا نور بن جيزة، عمري 21 عام، ميز جيبس، نقرأ 3 أني بيولوجي، مغرومة برشا بالدانس، نعمل دانس لاتين، ونحب زيدا التمثيل. أنا قاعدة أصحابي قالوا لي برمشي جرب، جيت بتفاديكا ياخي، قالوا لي برا جرب، مشيت ونسيت الحكاية كومبليتمون ياخي، بعد تقبلت في ميس تونيزي. تعلمت برشا حاجات ما كنتش نصايبها هكيك الميس، تعلمنا برشا حاجات كيفاش نمشي وكيفاش نحكي وكيفاش نتصرف وكيفاش نحكي مع العبيد. عجبوني البنات، عرفت برشا بنات من برشا بلايز، كل واحدة وعندها الكاركتير نتاعها، أنا فانت كنت كلهم باهين وكل واحدة عندها حاجة تميزها على الأخرى، وين أصحاب معهم الكل. بالنسبة ليا أنا ميس تونيزي 2020. And no war and anger was ever won.